جديدا متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في خدمه نور المشهد من مدينه طنجة. صباح الخير عليكم وصباح النور عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث. كما كتلاحظوا معنا الاجواء الصباحيه في مدينه طنجة تزامنا مع نهايه الاسبوع يوم السبت. بالنسبة للجو اليوم أصبح جو حار، درجة الحرارة أصبحت في الصباح هذا 24 درجة. داكشي علاش الصباح الجو سخون بزاف. كما كتشوفوا معنا الشوارع ديال مدينة طنجة يوم السبت كيكون خاويا، حيت الأغلبية كلشي صباح ناعس، المحلات كلشي مجدود، يعني السبت قليل اللي كيخدم. وحنا عندنا طنجاوة نهار السبت كلشي كيصبح ناعس. وهاد اليوم كاين المقابلة الاتحاد طنجة جديدة إن شاء الله، نتمنى هاد المقابلة هادي تدوز بخير وعلى خير. هاد المقابلة اللي كاينة اليوم هي المقابلة الحاسمة، هي اللي غتحط النقاط على الحروف ديال الفريق. بسم الله والله تدوز المقابلة بخير وعلى خير. إذا متابعي قناة شوف تي في، كيف شفتوا معنا الأجواء الصباحية ديال مدينة طنجة؟ حاليا وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.